بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ففي قراءة شرح الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله، نستمر في قراءة المرفوعات في اللغة العربية مع المرفوع الثاني الذي هو نائب الفاعل. انتهينا في اللقاء السابق من الفاعل والآن مع نائبه. يقول رحمه الله: الباب الثاني من المرفوعات باب نائب الفاعل، ويطلق عليه أيضا مفعول ما لم يسمى فاعله. مفعول ما لم يسمى فاعله، مصطلحان بمعنى واحد، مفعول ما لم يسمى فاعله ونائب الفاعل بمعنى واحد. نائب الفاعل أوجس وأحسن وأدق. قال رحمه الله: ونائب الفاعل هو كل اسم حذف فاعله، كل اسم حذف فاعله لغرض من الأغراض، وأقيم هو أي نائب الفاعل مقامه أي مقام الفاعل، وغير عامله إلى صيغة فعل بضم أوله وكسر ثانيه في الماضي، أو يفعل بضم أوله وفتح ما قبل آخره في المضارع، أو إلى صيغة مفعول في الاسم. هذا تعريف نائب الفاعل، وفيه أحكام متعددة من أحكام الباب، يعني ضمن التعريف بعض أحكام الباب. أول شيء هو كل اسم، كل اسم. نائب الفاعل اسم، نفهم من هذا أن نائب الفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، وهذا الاسم قد يكون صريحا وقد يكون معولا بالصريح. مثال الصريح: قتل الخراصون، قضي الأمر. الأمر نائب الفاعل وهو اسم صريح، قتل الخراصون، الخراصون نائب الفاعل وهو اسم صريح. طيب مثال المعول بالصريح: قوله تعالى: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أوحي فعل ماض مبني للمفعول، أنه استمع نفر من الجن مصدر مؤول في محل الرفع نائب فاعل، أي أوهي إلي استماع نفر من الجن. وأيضا قوله كل اسم يشمل المفعول به في الأصل، مثل ضرب زيد بكرا، فأقول ضرب بكر. بكر قبل التحويل إلى البناء للمجهول مفعول به، ويشمل أيضا المفعول المطلق كقوله تعالى: فإذا نفخ في السور نفخة واحدة. نفخة نائب فاعل وأصله مفعول مطلق، أصله مفعول مطلق، ويشمل الظرف أيضا، مثل صيم رمضان، صيم رمضان أصله صام المسلمون رمضان، صام المسلمون فعل وفاعل، رمضان ظرف زمان منصوب. وبعد التحويل يرفع على أنه نائب فاعل، فأقول صيم رمضان، صيم رمضان. ويشمل الجار والمجرور أيضا، ويشمل جاء الجار والمجرور. كأن أقول يعتكف في المسجد، يعتكف في المسجد أو اعتكف في المسجد،
اعتكف فعل ماض مبني للمجهول. أين نائب الفاعل؟ في المسجد، مسجد، المسجد هو نائب الفاعل. والمجرور بحرف الجر يعني بمنزلة المفعول به في التقدير. حرف الجر يجعل الفعل بمنزلة المتعدي إن كان لازما، ويجعل المجرور بمنزلة المفعول به. إذن كل اسم يشمل أربعة أشياء: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، وإيه؟ والجار والمجرور. حذف فاعله، يعني نائب الفاعل لا يجتمع مع الفاعل. إذا كان الفاعل موجودا فلا يصح وجود نائب الفاعل. حذف فاعله، لابد أن يكون محذوفا لغرض من الأغراض، والفاعل يحذف بسبب من الأسباب، لا يحذف أبثا، لابد أن يكون ثمة سبب، كالجهل بالفاعل وهو الأصل. يعني أقيم المفعول به مقام الفاعل لأنني لا أعرفه. خرجت في الطريق، خرجت فرأيت زيدا في الطريق وقد ضرب وهو يبكي، وما رأيت الضارب. عندما أخبر عن هذه الحادثة يجب علي أن آتي بهذا الأسلوب، لا يمكن أن أذكر الفاعل لأنني لا أعرفه. أعرف الفعل الذي وقع، وأعرف من وقع عليه الفعل، ولكن لا أعرف من صدر منه الفعل، فأقول ضرب زيد. لماذا لم أذكر الفاعل؟ لأنني لا أعرفه. هذا أول الأغراض، الجهل بالفاعل وهو الأصل، ومنه يقال المبني للمجهول، يعني الفعل المسند إلى المجهول، المجهول بالنسبة للمتكلم. والغرض الثاني يعني معرفة الفاعل عند الجميع، لا يجهله أحد، فلا حاجة إلى ذكره. كأن أقول شفي المريض، شفي المريض، أصل الكلام إيه؟ شفى الله المريض، فهو الشافي سبحانه وتعالى، شفى الله المريض. لكن لا يجهل عاقل فضلا عن مسلم أن الشفاء بيد الله. ففي مقام الإيجاز والاختصار أقول شفي المريض، أحذف ماذا؟ الفاعل، لأنه معروف والمقام مقام إيجاز واختصار. وقد يحذف الفاعل لتعظيمه، لتعظيمه، يعني إيه لتعظيمه؟ يعني يجعل المتكلم نفسه أقل من أن يجري على لسانه اسم الفاعل فيحذفه، من صور التعظيم. يعني وخصوصا إذا كان الفعل لا يتناسب، يعني لا تريد أن تسند هذا الفعل إلى صاحبه لقيمته عندك فتحذفه. مثلا ولد مؤدب، صدر من أبيه ما لا ينبغي أن يصدر، واضطر إلى أن يخبر، فيأتي بالكلام على هذا الأسلوب حتى لا يسند إليه. مثلا ولد رأى أباه يضرب أمه، وما كان ينبغي أن يفعل، ليس من الخلق ضرب المرأة، يخبر عن أمر فيقول ضربت أمي، من الذي ضربها؟ أبوه. ولماذا لم يذكره؟ تعظيما له وتنبيها على أن هذا الفعل ما كان ينبغي أن يفعل، هو يعني يترفع بأبيه أن يقع منه ما وقع. مفهوم الكلام؟ وقد يكون العكس أيضا، يعني الإهانة بالفاعل تجعله أقل من أن يجري على لسانك. يعني
هو أقل رتبة من أن يجري على لسانك الاستخفاف به والتقليل من شأنه. وعلى هذا يقال إيه؟ طعن عمر. طعن عمر سيدنا عمر رضي الله عنه، لا يذكر الطاعن للتقليل من شأنه، والمتكلم يترفع بنفسه من النطق باسمه المشؤوم. ويقال أيضا إيه؟ قتل الحسين رضي الله عنه، لا يذكر القاتل للتقليل من شأنه. وكذلك قد يهزف الفاعل للخوف عليه، للخوف عليه، تخاف عليه. يعني رجل عزيز عندك ارتكب جريمة القتل وأنت تعرف أنه هو الذي فعل، واضطررت إلى الإخبار بما فعل، ولكن يعني لا تريد أن تفتقده، فتقول قتل زيد مثلا ولا تذكر اسم القاتل لأنك تخاف عليه. وقد يكون العكس، الخوف من المعاني التي بسببها يهزف الفاعل كثيرة ومتعددة، واستقصاؤها والحديث عنها من مهام علم البلاغة، مما يقع بكثرة في كتب البلاغة. أما في النحو فعلى سبيل الاستطراد، كل اسم هزف فاعله لغرض من الأغراض، وأقيم هو أي نائب الفاعل مقامه، مقام الفاعل يعني إيه؟ يعني يرفع كما كان الفاعل مرفوعا، ويؤنس الفعل لتعنيسه كما كان يقع ذلك بسبب الفاعل. أقول ضرب زيد هندا، ضرب زيد هندا، بعد البناء للمجهول والتهويل أقول ضربت هند، يؤنس الفعل بتعنيس نائب الفاعل كما يؤنس بتعنيس فاعله. ضربت هند زيدا، بعد البناء للمجهول أقول ضرب هند بحذف علامة التعنيس، بحذف تاء التعنيس. ويجب تقدم الفعل عليه بعد أن كان جائزا، يجوز أن يتقدم المفعول به على فعله. ضربت زيدا أقول زيدا ضربت، يجوز، لكن بعد البناء للمجهول لا يجوز، يجب أن يتقدم الفعل على نائب الفاعل. ضرب زيد، ولا يجوز زيد ضرب إلا على تغير الإعراب، إلا على الخروج من باب نائب الفاعل إلى باب المبتدأ والخبر. وأقيم هو أي نائب الفاعل مقامه، أي مقام الفاعل. وغير آمله إلى صيغة فؤلة، هذا إذا كان الفعل ماضيا. والمراد بصيغة فؤلة ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، ولا يقصد أن يكون الفعل على هذا الوزن سواء بسواء. فالفعل إذا كان على 4 أحرف أو على 5 أو على 6 لا يكون على هذا الوزن، وإنما المقصود ضم أول الفعل وكسر ما قبل الآخر، هذا هو المقصود بفؤلة، يشمل الثلاثي وغير الثلاثي. نصر أقول نصر، كتب كتب، كتب عليكم الصيام. طيب غير الثلاثي مثل أحسن أقول أحسن، أكرم أكرم بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، استغفر استغفر بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. قال وغير آمله إلى صيغة فؤلة بضم أوله وكسر ثانيه، هذا هو المقصود بصيغة فؤلة. أو يفعل، هذا في المضارع،
بضم أوله وفتح ما قبل آخره في المضارع، سواء أكان المضارع من الثلاثي أم كان من الرباعي أم كان من الخماسي أم كان من السداسي، بضم أوله وإيه وكسر ما قبل آخره وفتح ما قبل آخره. نفهم من هذا أن الفعل المبني للمجهول لا يكون أوله إلا مضموما، لا يكون أوله إلا ماذا؟ إلا مضموما. وما قبل الآخر يكسر في الماضي ويفتح في المضارع. كقوله تعالى يسأل، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة عفوا، يسأل، يسألون، يعرف المجرمون بسماه، يعرف. أو إلى صيغة مفعول في الاسم، النائب الفاعل يرتبط بالفعل المبني للمجهول ويرتبط باسم المفعول. اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول. وقد أخذنا في الباب السابق أن الفاعل قد يسند إليه المشتاق، اسم الفاعل أو الصفة المشبهة. يعني اسم الفاعل يحتاج إلى الفاعل، اسم الفاعل بمنزلة الفعل المبني للمعلوم، وكذلك اسم المفعول، اسم الفاعل يحول إلى صيغة اسم المفعول فيقع بعده نائب الفاعل. كأن أقول يعني ضارب زيد ضارب صديقه بكرا، زيد ضارب صديقه بكرا، زيد مبتدا ضارب خبر المبتدا وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، صديقه فاعل اسم الفاعل، بكرا مفعول به مفعول اسم الفاعل، زيد ضارب صديقه بكرا. طيب ضارب اسم الفاعل أحوله إلى اسم المفعول، فيتحول من ضارب غلامه، ضارب صديقه بكرا يتحول إلى مضروب بكر، مضروب بكر اسم الفاعل صار اسم المفعول وأقيم المفعول به مقام فاعله. يفصل ما سبق إجماله، قال فإن كان عامله، إن كان عامل نائب الفاعل فعلا ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا معنى غير عامله إلى صيغة فعل. وضم الأول يكون على الحقيقة ويكون على التقدير، وكسر ما قبل الآخر يكون على الحقيقة ويكون على التقدير. لذلك قال تحقيقا ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا، أي على الحقيقة. نهو ضرب زيد، ضرب زيد. الأول مضموم وما قبل الآخر مكسور. والأصل ضرب أمر زيدا، فعل وفاعل ومفعول به، فهزف الفاعل وهو أمر، وأقيم المفعول وهو زيد مقام الفاعل، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدتان بعد أن كان فضلا. كلمة عمدة مصطلح نحوي بمعنى الركن، يعني كل جملة في اللغة العربية لابد أن يكون فيها
مسند ومسند إليه لابد، وقد توجد زيادة على المسند والمسند إليه وقد لا توجد، لكن الجملة يجب أن يكون فيها مسند ومسند إليه. المسند يشمل الفعل ويشمل الخبر، خبر المبتدأ، خبر كان، خبر إن، خبر كاد. والمسند إليه يشمل الفاعل ويشمل نائب الفاعل ويشمل المبتدأ ويشمل اسم كان ويشمل اسم إن ويشمل اسم كاد. كل جملة لابد أن يكون فيها مسند ومسند إليه. يطلق على المسند والمسند إليه عمدة، ويطلق عليهما الركن أيضا. وما عدا المسند والمسند إليه من أجزاء الجملة يطلق عليه الفضلة. يطلق عليه ماذا؟ الفضلة. عندما نستعمل كلمة العمدة معناه مسند في الجملة أو مسند إليه في الجملة، وغيرهما يطلق عليه الفضلة، كالمفعول به، كالحال، كالظرف، كالجار والمجرور. كل ما عدا المسند والمسند إليه يطلق عليه الفضل. فعندما أقول ضرب أمر زيدا، ضرب هو المسند، أمر مسند إليه، فأمر عمدة وضرب أيضا عمدة. أما زيدا فهو فضلة. لكن بعد البناء للمجهول عندما أقول ضرب زيد فزيد صار عمدة بعد أن كان فضلا قبل التهوي. هذا معنى وعمدة بعد أن كان فضلا، ومتصلا بالفعل بعد أن كان منفصلا عنه. متصلا بالفعل بعد أن كان منفصلا عنه. وامتنع تقديمه على الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. ضرب أمر زيدا، يجوز أن أقول زيدا ضرب أمر، لكن بعد البناء للمجهول ضرب زيد لا يجوز التحويل. وأنس الفعل لتأنيسه إن كان مؤنثا. ضرب زيد هندا، بعد البناء للمجهول ضربت هند. وغير آمله من أنصيغته الأصلية إلى فعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره. كل هذا حدث في ضرب زيد. طيب، جزئية ضم الأول وكسر الآخر، يكون الضم والكسر على التحقيق ويكون على التقدير. ضرب مثال كونه على التحقيق، الأول مضموم حقيقة وما قبل الآخر مكسور حقيقة. طيب متى يكون على التقدير أو تقديرا؟ نحو كيل الطعام، كيل الطعام، كيلا. وفي القرآن الكريم كيلا أصله قال. طيب بعد التحويل يقال كيلا وكيلا. هذا مضموم الأول تقديرا ومكسور ما قبل الآخر تقديرا. والأصل كويلا، كويلا بضم الكاف وهو الأول وكسر الياء وهو ما قبل الآخر، بضم الكاف وكسر الياء. فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت منها إلى الكاف فصار كيلا بكسر الكاف وسكون الياء، فكسر الياء مقدر كما أن ضم الكاف مقدر. وشد الحزام، شد الحزام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ردوا، شد مبني للمجهول، الحزام نائب الفاعل. طيب الأول مضموم ولكن ما قبل الآخر ليس مكسورا حقيقة بل مكسور تقديرا، والأصل شديدة.
فأدغم أحد المثلين في الآخر بعد تسكينه فكسر أولهما مقدر. مفهوم الكلام؟ طيب، الفعل المضاعف الثلاثي مثل مد يزاد عليه بالألف بين أوله وثانيه بين الفاء والعين، مد فأقول مادة مادة، هذا فعل ماضي على وزن فاعل مثل جالس وضارب. طيب، ومضارعه يماد، مضارعه ماذا؟ يماد. طيب، هذا المضارع مشترك بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول، مشترك بين ماذا؟ مبني للمعلوم والمبني للمجهول. يماد إذا كان مبنيا للمعلوم فأصله يمادد، يمادد بكسر ما قبل الآخر فسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية يماد، وما بعده يكون فاعلا، وإن كان مبنيا للمجهول فأصله يمادد فسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية والمرفوع بعده يكون نائب فاعل. فالاسم المرفوع بعد المضارع من هذا النوع يحتمل أن يكون فاعلا ويحتمل أن يكون نائب فاعل، والأمر يرجع إلى القرينة والسياق. وعلى هذا قوله تعالى في سورة البقرة في آية المداينة: ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار كاتب ولا شهيد. يضار يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأصله يضارر بكسر الراء، وكاتب فاعل، الله سبحانه وتعالى ينهى الكاتب أن يضر في كتابته بأن يحرف بالنقص أو زيادة. وكذلك الذي يشهد الشاهد ينهاه الله سبحانه وتعالى أن يضر في شهادته بالتحريف زيادة أو نقصا. يضار كاتب فاعل والأصل يضار، ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول والأصل يضارر ولا يضارر بفتح الراء فسكنت الراء وأدغمت في الثاني، وكاتب نائب فاعل مرفوع، والمعنى نهي الناس عن إضرار الكاتب، لأن الله سبحانه وتعالى نهى الكاتب عن الامتناء من الكتابة إذا طلب منه ذلك. يعني كان في زمن نزول القرآن الكتابة قليلة بين الناس، وحتى الآن في بعض القرى يعني قد تجد في القرية 3 من 10 يحسنون الكتابة والسبعة أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. والله سبحانه وتعالى أمر بكتابة العقود والحقوق، توثيق الحقوق، عندما تستدين لابد أن يوثق، عندما تسترحل لابد أن يوثق، وحتى الزواج والعقود الشرع يأمر بتوثيقه، ونسبة الكتابة محدودة. ولذلك قال الحق: ولا يعبى كاتب، ولا يعبى، لا كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولكن بعد ذلك ربنا يقول: ولا يضار كاتب، لكن لا تكلف الكاتب ما لا يتحمل، عنده أهل وعنده مسؤوليات وعنده وعنده وعنده.
فلا ينبغي أن يكلف بالكتابة إلا إذا كان له القدرة على ذلك. عندما يكون مشغولا بواجباته فليترك على أمره. وعلى هذا كاتب النائب الفاعل. الآية نهي عن الإضرار بالكاتب، أو تبتري وتطلب من الكاتب أن يكتب افتراءاتك ويكون له مسؤولية في المحكمة. هذا خطك أنت كتبت، وهذا غير صحيح، لا يضار كاتب. على العموم بين المفسرين والمعربين خلاف في إعراب هذه الآية، لا يضار كاتب، هل الفعل مبني للمعلوم أو هو مبني للفاعل، هل هو مبني للفاعل أو مبني للمفعول. وهذا الخلاف له أثر في تحديد الحكم الشرعي المستنبط من الآية الكريمة. ثم قال: وإن كان عامله مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. تحقيقا، حقيقة، ضم الأول حقيقة وفتح ما قبل الآخر حقيقة أيضا. نهو يضرب زيد، فيضرب فعل مضارع مبني للمفعول، وزيد نائب الفاعل. أو تقديرا، كلمة تقديرا هنا تتعلق بحركة ما قبل الآخر، فتح ما قبل الآخر قد تكون على التقدير، أما ضم الأول في المضارع فلا يكون إلا على التحقيق. ضم الأول في المضارع لا يكون إلا على إيه؟ إلا على التحقيق. أما حركة ما قبل الآخر فقد تكون على الحقيقة وقد تكون على ماذا؟ على التقدير. مثال كونها على الحقيقة ما سبق، ومثال كونها على التقدير: أو تقديرا نحو يباع العبد. يباع العبد، يباع ما قبل الآخر ساكن. قال: والأصل يبيع بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ما قبل آخره. نقلت فتحة الياء إلى ما قبلها فصار يبيع، فقلبت الياء ألفا لتحركها الأصلي، أي لتحركها في الأصل. وانفتاح ما قبلها بعد النقل، أي في الحال، ففتح الياء مقدر. وكذلك نعم، ففتح الياء مقدر. ويشد الحبل، يشد ماذا؟ الحبل. والأصل يشدد بدالين، أدغم أحد المثلين في الآخر ففتح أولهما مقدر. وإن كان عامله اسم فاعل جيء به على صيغة اسم المفعول تحقيقا نحو مضروب زيد. مضروب زيد، فمضروب اسم مفعول وزيد نائب الفاعل. والأصل ضارب، والأصل ضارب عمرو زيدا. أها، أمر ما شكله عندكم؟ أمر، الراء مشكلة ولا غير مشكلة؟ أيوة. أها، ما شكلها؟ ضمة، جميل. وضارب الباء منونة، جميل، هذا التشكيل هو الصواب. هنا كتب ضارب أمر زيدا، الصواب ضارب أمر زيدا. ضارب أمر زيدا، ضارب اسم الفاعل يعمل أمل الفعل، أمر فاعله، زيدا نائب الفاعل. فهزف الفاعل وحولت صيغة اسم الفاعل إلى صيغة اسم المفعول فصار مضروب زيد. قال: أو تقديرا نحو قتيل أمر. قتيل،
على أنه بمعنى اسم المفعول. أصله مقتول فحول من مقتول إلى قتيل. فالأصل في اسم المفعول من الثلاثي أن يكون على وزن مفعول، وقتيل هنا على وزن مفعول تقديرا لا حقيقة. قتيل أمر، أمر نائب الفاعل، قتيل صفة مشبهة باسم المفعول لا باسم الفاعل. فقتيل بمعنى مقتول وأمر نائب الفاعل، فصيغة المفعول فصيغة مفعول مقدرة. واسم المفعول من بعض الأبنية يلتبس باسم الفاعل ولا يعرف حقيقة الأمر إلا بالقرينة والسياق، مثل مختار. مختار يحتمل أن يكون اسم الفاعل وأصله مختير فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والمرفوع بعدها يكون إيه؟ فاعلة. ويحتمل أن يكون اسم المفعول مختار أصله مختير، مختير بفتح الياء فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والمرفوع بعدها يعرب نائب فاعل. وكذلك مضار في القرآن الكريم، من بعد أو دين غير مدار، غير مضار. مضار في هذه الآية يحتمل أن يكون اسم فاعل وأصله مضارر بكسر الراء فسكنت وأدغمت في الراء الثانية، ويحتمل أن يكون اسم مفعول وأصله مضارر بفتح الراء فسكنت وأدغمت في الثانية. فإذا كان اسم الفاعل فالمرفوع بعده فاعل، وإذا كان اسم المفعول فالمرفوع بعده نائب فاعل. ثم قال المصنف: ونائب الفاعل على قسمين، كما أن الفاعل على قسمين، ظاهر أن يكون اسما ظاهرا يعني كما مثلنا كالأمثلة السابقة، ومضمر أن يكون ضميرا نحو أكرمت بضم التاء، أكرمت بضم التاء للمتكلم وحده، التاء هنا ضمير مبني على الضمة في محل الرفع نائب فاعل. أكرمنا نا ضمير مبني على السكون في محل الرفع نائب الفاعل للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. أكرمت بفتح التاء للمخاطب المذكر، التاء في محل الرفع نائب فاعل. أكرمت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة، التاء في محل الرفع نائب فاعل. أكرمتما لمثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، أكرمتما لمثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا. أكرمتم لجمع المذكر، تم في محل الرفع نائب فاعل. أكرمتن لجمع المؤنث، أكرم للمفرد المذكر الغائب يعني نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أكرمت بسكون التاء للمفردة الغائبة. أكرم الألف ضمير في محل الرفع نائب الفاعل لمثنى الغائب مطلقا. أكرموا الواو ضمير في محل الرفع نائب فاعل لجمع المذكر الغائب. أكرمنا النون ضمير في محل الرفع نائب الفاعل أيضا لجمع المؤنث الغائب. والفعل في جميع هذه الأمثلة مضموم الأول وهو الحمزة، مكسور ما قبل الآخر وهو الراء. يقال في الجميع أي عند الإعراب فعل ماض
مبني لما لم يسمى فاعله أو لما أي لما لم يذكر فاعله، ويقال مبني للمجهول كما هو المشهور، ويقال مبني للمفعول. ثلاثة أسماء لمسمى واحد: مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، مبني للمفعول. هذه الثلاثة بمعنى واحد. في أي كتاب من كتب النحو وجدت عبارة من هذه الثلاثة فالمراد واحد، فالمقصد واحد. مبني لما لم يسمى فاعله كما في الكتاب، ثم مبني للمفعول، ثم مبني للمجهول، ثلاثة كلها بمعنى واحد. وعكسه يقال مبني للمعلوم، مبني للمعلوم يقابل مبني للمجهول، ويقال مبني للفاعل، مبني للفاعل يقابل مبني للمفعول. إذا مبني للفاعل ومبني للمعلوم بمعنى واحد. ويستحب يستحسن ألا يستعمل مبني للمجهول في القرآن الكريم، لأن فيه شبهة نسبة الجهل إلى الله. يعني يعرف المجرمون، عندما أقول يعرف مضارع مبني للمجهول، معنى هذا أن السبب في الإتيان بهذا الأسلوب الجهل بالفاعل، وهذا كلام الله وهذا لا يصح. يعني معنى هذا بمعنى يتوهم ذلك، ولكن النحويين يستعملون مبني للمجهول من باب التقليد، يشمل المبني لسبب آخر. يعني قلنا إن هذا الأسلوب يؤتى به لأسباب متعددة، منها الجهل بالفاعل، لكن الجهل بالفاعل هو الأصل. عندما أقول مبني للمجهول قد يكون الفاعل معروفا، إلا أنه هزف بسبب من الأسباب غير الجهل به، لكن يتوهم أن السبب الجهل. فلذلك يكره استعمال هذا المصطلح في الآيات القرآنية. الأولى نقول إيه؟ مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله. ولكنه ليس خطأ إذا قلت مبني للمجهول في القرآن الكريم، ليس خطأ، لكن على خلاف الأولى، ولا وعلى خلاف ما يليق بالقرآن الكريم من الدقة واختيار الألفاظ التي تتناسب مع عظمة القرآن الكريم ومع الأدب بالله سبحانه وتعالى. ولكن ليس خطأ، قد تجد في الكتب التراثية من يقول في الآية مبني للمجهول، لا يعني ما تتوهم، يقصد المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي. فعل الماض مبني لما لم يسمى فاعله، والضمير نائب الفاعل، وهو اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. طيب، صاحب هذا الكتاب اكتفى بالأصل في المسألة، كل الأمثلة التي ذكرها تختص بوقوع المفعول به نائب الفاعل، مع أن نائب الفاعل ليس مقصورا على المفعول به على المشهور المقرر في كتب النحو. نائب الفاعل يكون واحدا من أربعة أشياء: الأصل المفعول به كالأمثلة المذكورة في الكتاب، الثاني الجار والمجرور، مثل ماذا أقول جلس على الكرسي، مر بزيد، مر بزيد، مر مبني للمجهول أو مبني للمفعول، بزيد جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل، هذا هو الثاني. الثالث
المفعول المطلق كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة واحدة مفعول مطلق. الرابع المفعول فيه. المفعول فيه مثل صيم رمضان. صيم رمضان. رمضان مفعول فيه في الأصل وهو في هذه الجملة نائب الفاعل. وهذا أهم مسائل الباب كما قرر هذا الكتاب. ويأتي بعده الثالث والرابع من المرفوعات المبتدأ وإيه والخبر، وهو موضع المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. والآن نفتح باب السؤال، من له سؤال فليسأل. اسألي يا فرح. ضمير مستتر تقديره هو. زيد مضروب بكر. زيد مبتدأ. أها مضروب خبر مبتدأ. أها بكر نائب فاعل. نعم. نائب فاعل، إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا مستترا، لكن هنا يعني الكلام يعني لا يستقيم إلا بذكر ما يربط ما يربط بين الخبر وبين إيه وبين المبتدأ، لأنه بمنزلة الجملة. زيد مضروب بكر بسببه مثلا أو من أجله. زيد ضرب بكر بسببه مثلا. نعم. سؤال آخر. إن كان نائب الفاعل مؤنثا. إن كان نائب الفاعل مؤنثا. نعم. لكن مهتممة للكلام السابق، مقيدة للجملة السابقة. نعم. يعني جوابها ما قبلها أو ليس لها جوابا وصليا، تتمم ما سبق. نعم. أقول زيد أحبه وإن كرهني، متمم للكلام السابق، يعني إما أن أجعل ما قبله دالا على الجواب المهزوب وإما أن أجعله بلا جواب، هو متمم للكلام. نعم. جيء به على صيغة اسم المبنى. نعم استعلاء لكن مجازي. الاستعلاء يكون على الحقيقة ويكون على المجاز. أيوة نعم. جيء به على يعني على الاستعلاء مجازي. نعم ليس الاستعلاء حقيقي مثل الكتاب على الطاولة. مثلا واحد يأمرك بشيء فتقول على رأسي. ها استعلاء مجازي، على رأسي، ليس على رأسك شيء. أيوة استعلاء لكن على المجاز. لو في الكتاب العلوم يعني علوم القرآن مثلا موجود على للاستعلاء ظرفية مثلا مجازي أم لا؟ الاستعلاء شيء والظرفية شيء آخر. على قد تكون لمعنى الظرفية لكن يعني ظرفية. لماذا لم يؤت بالحرف الذي يدل على الظرفية أساسا؟ يعني الأصل أن يؤتى بفي، في هي التي تدل على الظرفية أصلا. المجيء بألا يفيد يعني شيئا من معنى الاستعلاء على الحقيقة أو على المجال. نعم اسأل يا صالح. آدم اسأل. ها اسأل يا شيخ. السلام
اسأل يا مولانا. تفضلي قولي يا مرضية. فعل ماضي مبني لما لم يسمى، لما هنا ما موصولة للذي أو نكرة موصوفة لشيء لم يسمى فاعله، أي لمفعول لم يسمى فاعله. نعم. سؤال آخر. اليوم كم في التاريخ؟ 28. كلكم ستستمرون في فترة الامتحانات، ها؟ خلاص. إلا أنت، خيرا. نعم.